ميديا لاين تقدم النجم أحمد عز في السندباد عماد السندباد عماد السندباد عماد السندباد عماد احكي يا سندباد قل لنا عالأمجاد من أول بالقاس وفي كل البلاد احكي يا سندباد قل لنا عالأمجاد من أول بالقاس وفي كل البلاد. السندباد عماد بطولة زينة، النجم صلاح عبد الله، سامح حسين، طلعت زين، نادين سبع، وأحمد خيري. أمجاد إيه وبتاع إيه ومعايا معايا أميرة ورفعت بيه. أمجاد إيه وبتاع إيه ومعايا معايا أميرة ورفعت بيه. في قتل وخط وغيرة وسرقة وقصة حب، إنما إيه. السندباد عماد، تأليف محمود البزاوي، ألحان وتوزيع نبيل علي ماهر، أغاني رشا البنا. السندباد عماد. وما عدلكوش وما قولكوش هدخل بصدري وقت الوحوش. اوعوا اوعوا يا غدا اوعوا، محدش يحوش. احكي يا سندباد احكي يا سندباد احكي يا سندباد احكي يا سندباد. السندباد عماد، اخراج حسين ابراهيم. قول لي بقى هتاخد الصوره بكام؟ لا قليل، لا قليل. قليل ايه؟ انا لسه قلت حاجه. ماشي قول اتفضل. انا هدي لك 15 جنيه. لا هو انا عايز لا كتير كده يا رضا. كتير ايه؟ هو انا لسه قلت حاجه؟ وبعدين 15 جنيه ايه؟ هو انا قصصهم من الجرايد؟ بعد اذن حضرتك، سلام عليكم. رضا انت رضا يا رضا يا زاهي، انت عزفت يا اللي اسمك زاهي. تحت امرك يا فضل بيه. بقول لك ايه، شوف لاي صوره لاي بنت على اي سايت في النت واعمل لي اي كاش على عليها كده، بس اسمع نقيها كويس. بنت تكون على الفرازه كده زاهي. على ذوقي يا فندم. لا لو بذوقك يبقى محدش هيشتري المجلة خالص. طب والمانشيت؟ مانشيت صغير في قضية قتل تيتي رسمي بخط أكبر شوية كده تحت الصورة. ابحثوا بخط كبير قوي عنينا، بخط صغير ابحثوا بخط أكبر عنينا. يلا يا زاهي روح مستنيك. حاضر يا أستاذ. تلعب على مين يا رضا؟ على المعلم الكبير؟ اديك انت اللي وقعت وخسرت. ده انا كنت نوديك 20 جنيه. الله الله، ايه العيشة دي يا عم السندباد؟ فيلا وكهربا وتلفزيون. طب ما تبلغوا عني بقى وتتهموني في تيتي دي يعني كمان، واهرب واجي استخبى هنا اهو. خلينا نتكلم بجد بقى يا رضا. ايه يا عم سندباد، بالراحه عليا شويه يا عم، ده انت حتى وحشني قوي والله العظيم. الراجل ده اتجنن ولا ايه؟ لا مؤاخذه يعني، راجل مين؟ اصل اعرف مجانين كتير يعني. اللي اسمه فضل ده، فضل زقزوق. الله، ما انت عارف يا عم من زمان انه مجنون وممكن يعمل اي حاجه علشان يبيع. ده ممكن يبيعنا احنا شخصيا. هو هيبيعنا؟ ما بعنا خلاص. أنا لسه كنت عنده ومتفق معاه إن الموضوع ده يقفله خالص. وأنت صدقته؟ فلاح من بلاس، معلش. استنى. إيه؟ هو قال لي فعلاً إنك اتفقت معاه إنه ما يحكيش عنك أي حاجة ولا يجيب سيرتك كمان، إنما بقى ما اتفقتوش على إنه ما يجيبش سيرة اتنين.
عرفتي اللي اتكتب عنك في المجلة؟ هشوف ازاي وانت حابسني هنا ومش عاوزني انزل. وانا كمان ما يرضنيش انك تبقي قاعدة هنا وبعيد عن الدنيا واللي بيحصل فيها واسيبك، عشان كده جبتلك المجلة معايا. اسمعي يا ست نينا، في قضية قتل تيتي رسمي ابحثوا عن نينا. بس انا معرفش حاجة عنها. وحتى لو عارف ولا يهمك يا حبيبتي، طول ما انا جنبك انا الفلوس عندي ملهاش عدد، وممكن اقوم لك 10 محاميين واثبت براءتك. انا ما قتلتهاش. بس للاسف يا روحي الشك كله بقى فيك انتي. انت كمان شاكك ان انا اللي قتلتها؟ ما هو بيني وبينك كده هيكون مين اللي قتل تيتي رسمي. هو الصوت ده جاي منين؟ هيكون منين يعني؟ ما هو مش الشقة المفروشة اللي جنبك يا اخويا. وهي الشقة دي سكنت امتى عشان يطلع منها صوت؟ ما انت عارف صاحب العمارة واللي بيعملوا فينا، لازم كل يوم والتاني يبلينا بمصيبة. طب احنا هنفضل واقفين كده ساكتين؟ قول لي يا اخويا هنعمل ايه يعني؟ مش جايز واحدة بتستنجد بينا. انت يا اخويا هتعمل ايه يعني؟ هنكسر باب الشقة. ايه؟ تكسر باب الشقة؟ طب بتبلغ البوليس اسهل. اسهل بس مش اسرع. وبعدين احنا لسه هنستنى البوليس لما يجي، تكون اللي بتستنجد بينا ماتت. بينا نكسر الباب. شو معايا؟ يلا اهو. يا خبر ابيض، دي واحده ست. فك بقها يا اخي، فك. فكوني ايديا ورجليا، فكوني، حموت فكوني. انت هتفكها ولا ايه؟ امال احنا كسرنا الباب ليه؟ ايوه صح. انت مين يا ست؟ ايوه انت مين؟ ومين اللي عمل فيكي كده؟ انتوا هتحققوا معايا؟ فكوني الاول، فكوني، انا مخنوقه. الحبل مربوط جامد قوي، شوف لي سكينه في المطبخ. هتعمل ايه بالسكينه؟ هقطع الحبل ده. خد ادي السكينه. انت ماسكها بورقه ليه؟ بالراحه ايديا، بالراحة. ياه ده كان مربوط جامد قوي. طب فكلي رجليها كمان. وادي رجليك يا ستي كمان اهي. شكرا. اجيب لك حاجة تشربيها؟ هتلاقيها شوية مية. استني رايحة فين يا انسة؟ يا هانم، يا مدام. هلا، هو في ايه؟ يلا يا عم نخلع من هنا. متأكد ان دي شقة نينا؟ الا متأكد. ايوه يا عم هي والله. وعرفت منين؟ سألت مين؟ سألت الناس والمحلات اللي في الشارع والجيران، ده انا حتى خبطت على الشقة اللي جنبيها دي زيادة في التأكيد. سألت الشقة اللي جنبها؟ يعني فضحتنا يا فالح قبل ما نعمل اي حاجة. ليه يعني؟ هو احنا جايين نسرق؟ لا جايين نركب ستاير. جايين نشوفها موجودة ولا لا، صح؟ حلو قوي. ولو لقيناها موجودة هنرجع من مطرح ما جينا. هايل. ولو مش موجودة يبقى هندخل نفتش الشقة على دليل ضدها. يبقى احنا دلوقتي ايه، عسكر ولا حرامية؟ حرامية، صح؟ تعرف يا عمو خليل، انا عايز اعترف لك بسر خطير قوي. انا وانا مع الليس وعماد ده بحس ان انا مع بابايا، اخويا، صديق اللي بيخاف عليا، الرجل اللي ما كنتش شايفاه في اي حد عرفته في حياتي. والله ومن سمعك يا بنتي. يعني انا مش غلطانه يا عمو خليل؟ لا يا بنتي مش غلطانه، وعندك حق. وغير كده باين عليه ان هو ابن ناس قوي وابن ناس طيبين كمان. على فكره انا شفت مامته، بس ما تقولش لحد، ست طيبه قوي وغلبانه. ايه ده، انت رحتي له بالقاس؟ ايوه رحت طبعا، وشفت ناس عايشين في حالهم طيبين وما فيش جواهم شر لاي حد، بيعرفوا يحبوا ويحسوا بالناس. عارف انا نفسي في ايه دلوقتي يا عم خليل؟ نفسك في ايه؟ ان بابي يفضل مختفي عشان عماد يفضل جنبي، يهتم بيا ويبقى لي ظهري كده تسند عليه، مش بيقولوا كده في الفلاحين؟ ما غلطش لما سمى نفسه سندباد. يا رضا. ايه عاوز ايه يا سندباد؟ لقيت حاجة؟ لقيت ايه؟ كاميرا هاي ديفينيشن. يا ابني حرام عليك، جبتلي المرارة. يا ابني احنا مش جايين نسرق. لا انت مش لسه قايل على الباب اننا جايين نسرق. ايوه نسرق اوراق، ندور على ادله تفيدنا، مش جايين نسرق كاميرا. سيب الكاميرا. استنى بس كده ونسيبها يا عم، اصل دي يعني يا سندباد حلم حياتي. هتعمل ايه؟ هجربها والنبي هجربها. يا نهار ازرق، انت عملت ايه يا مجنون؟ صورتك بص، فظيعه الكاميرا الحلم بتاعتي دي. خد صورني كده وشوف قد ايه هي سهله يا سندباد. نهار اسود على غباوتك، انت مصر تودينا في داهيه. ما تخافش
تقفش كده هون يا عم بقى، ما هي كمان يعني ممكن تفيدنا في المستقبل. طب سيبها سيبها وحاجب لك احسن منها. انا قصدي على الصورة. ماشي ماشي، طلع بقى الفيلم من الكاميرا. فيلم ايه اللي يطلع من الكاميرا يا عم؟ دي ديجيتال، افهم بقى. لا استنى. ايه استنى؟ ايه ما انا مستني اهو. شفت الملف ده؟ ايه بص كويس. ايوه شايفه. ايه ماله؟ مش فاهم يعني. حسابات مشطوبة ومتصلحة. وده معناه ايه بقى؟ هنشوف لما ناخد الورق ده معانا وندرسه براحتنا. امسك حطه في الشنطة. يا عم السندباد بقى هتبقى معانا كاميرا هاي ديفينيشن قد الدنيا زي دي، وناخد الورق معانا. امال نعمل ايه يا فالح؟ نصوره. عبقري. افرد لي بقى انت بس الورق كده هون وملكش دعوة. ايوه كده اهو، صح كده. شفت دي بقى؟ ايه ده؟ لقيته فين السي دي ده؟ جوه الملف، واكيد اكيد له علاقة بالملف نفسه. ده بقى لازم ناخده بقى. عبقري، حطه في الشنطة وما تنساش الفيلم اللي في الكاميرا. يوه ما قلنا دي ديجيتال يا عم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده سندباد؟ انت سمعت اللي انا سمعته ده؟ سمعت ايه؟ باب الشقة ماله؟ اتفتح يا معلم. طب ايه ده؟ ايه ده شوية؟ لا لا انا خايف انا خايف. ايه ده؟ ده صوت رجلين حريمي صح؟ تبقى نينا وصلت يا معلم. وديني حكيت لكو، بكرة اقول لكو على قصة جديدة يوماتي، من شغلي ومن رحلاتي، هكتب في كل مجلة وبكرة تشوفوا كتاباتي. شارك بالتمثيل محمد فريد، صلاح عفيفي، متولي علوان، عزة برشون، طارق عصام، أحمد حسن، منى أبو الفتوح، محمود جليفون، طارق دياب، وسهى حزين. التسجيل والمونتاج استوديوهات رايت ماركتينج. هندسة صوتية مدحت عبد العظيم ومهاب مروان. مدير إنتاج يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. المنتج الفني رايت ماركتينج. إنتاج ميديا لاين. السندباد عماد. تأليف محمود البزاوي. المخرج المساعد شيرين إبراهيم. إخراج حسين إبراهيم.